يعلن الديوان الملكي ان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى سيغادر ارض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد الاثنين الموافق للسابع والعشرين من شهر مارس الجاري متوجها الى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها مع اخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث يجري جلالته مباحثات مع فخامته تتناول العلاقات الاخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين اضافه الى اخر التطورات على الساحه العربيه والاقليميه والدوليه رافقت جلاله الملك المفدى السلامه في الحل والترحال